دي اول حاجه بالونه اختبار يعني حبيت ان انا اتكلم فيها مع حضراتكم. لكن تاني حاجه برضو منتهى السعاده اللي في الدنيا وانت قاعد بتتفرج على ما حدث خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا والحمله الممنهجه اللي كانت موجوده على النادي الاهلي. مش منتهى السعاده وانت قاعد بتتفرج على الناس دي، لكن منتهى السعاده ان انت لما ما تلاقي الناس مثلا بتشكر قناه النادي الاهلي، مع ان ده واجبنا ان احنا نعمل اللي احنا بنعمله، ان احنا نجيب لحضراتكم في ملعب الاهلي مثلا، احنا بنجيب لحضراتكم خلال الفتره اللي فاتت لو واخدين بالكم امثله في حب النادي الاهلي. ممكن يكون حد فيهم لعب سنه أو سنتين في النادي الاهلي، خد اربع خمس بطولات، احمد عادل مثلا، وفي واحد ممكن يكون قعد 20 سنه او 15 سنه ومشي من النادي الاهلي، ولكن كلامه عن النادي الاهلي ازاي، كلامه وطريقته واسلوبه عن النادي الاهلي ازاي، عارف كويس قوي النادي الاهلي ده بالنسبه له ايه. فلو حضراتكم شايفين او متابعين الامر خلال الفتره اللي فاتت، كل حلقه بنجيب لحضراتكم حد يتكلم في حب النادي الاهلي وفي عظمه النادي الاهلي. وعلى فكره احنا ما بنبقاش مجبرين، مش متخيلين حضراتكم كميه الناس اللي بنتكلم معاها ونفسها تيجي قناه النادي الاهلي علشان تقول لجمهور النادي الاهلي قد ايه النادي الاهلي ده عظيم، قد ايه النادي الاهلي ده كبير، ما تصدقوش. وناس من ناس من بره النادي ما تصدقوش الكلام اللي بيتقال. هل ده معناه ان النادي الاهلي ما بيغلطش، او مجلس اداره النادي الاهلي ما بيغلطش، او الجهاز الفني في النادي الاهلي ما بيغلطش، او لجنه التخطيط؟ لا، بيغلطوا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها 100% صح، لا طبعا. ولكن النادي الاهلي اداره مؤسسه، المؤسسه دي ماشيه بالطريقه الفلانيه. وكل شويه هفكركم بالموضوع اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، اللي هو لما الكابتن خطيب طلع، ما كان معايا الدكتور احمد ثابت، والكابتن خطيب طلع من 10 سنين واتكلم على كيفيه اداره كره القدم في موضوع ازمه ابو تريك، لما كان او مش ازمه، لما كان جاي له عرض من نادي الهلال السعودي بمليون دولار، كابتن خطيب بيتكلم بالطبيعه بعفويه، قال لك ايه؟ قال لك انا كنت عضو في لجنه الكوره في ذلك الوقت، كنت نائب رئيس النادي، وكان معايا اعضاء في لجنه الكوره فلان كابتن حسن وكابتن طارق، اتكلمت معاهم وبعدين رجعت للجهاز الفني وبعد كده رجعنا للاعب. الطريقه اللي ماشي بيها النادي الاهلي دايما. فقد ايه تبقى سعيد لما بتلاقي نجوم كبيره جدا، ومهما كان بيننا وبينهم اختلافات او خلافات انا اسف مش خلافات، لكن يظل مثلا واحد زي عصام الحضري افضل حارس مرمى في تاريخ مصر طبعا، محدش يقدر يتكلم. يظل حسام حسن، كابتن حسام حسن، واحد من افضل رؤوس الحربه، مش من افضل، من اعظم رؤوس الحربه في مصر. اللي عايز يمشي من النادي الاهلي يمشي، اللي عايز يمشي من النادي الاهلي احنا ما عندناش مشكله اطلاقا، سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه الاداريه او من الناحيه الاخلاقيه. لكن على مر السنين اساطير كبيره جدا جت ومشيت، والنادي الاهلي بياخد بطولات، والنادي الاهلي بابه مفتوح، النادي الاهلي ما قفلش عشان فلان مشي او علام مشي. وهنا انا ما اقصدش حد تحديدا، انا بتكلم بشكل عام، لانه الحمله دي البعض من المجموعه اللي كانت بتعمل هذه الحمله تراجع في كلامه وقال لك ده النادي الاهلي وفضله، طبعا بسبب جمهور النادي الاهلي وبسبب ما حدث من جمهور النادي الاهلي. ودلوقتي كمان لما تسمع نجوم كبيرة، مهما كان هناك اختلافات، أنا في بعض الأحيان بختلف مع كابتن عصام، في بعض الأحيان بختلف مع كابتن حسام، ولكن بالنسبة لي عصام الحضري قيمة ثابتة، حسام حسن قيمة ثابتة، مش هينفع نتكلم طبعا مع احتفاظ بالألقاب، قيمة ثابتة مش هينفع نتكلم عليهم من النواحي الفنية والكلام ده، ممكن نتكلم ننتقد أمور أخرى، ولكن النواحي الفنية لما تيجي تقول حسام حسن تاريخ ما ينفعش نقدر نغفله، عصام الحضري تاريخ ما ينفعش نقدر نغفله. فزي موضوع احمد فتحي بالظبط، احمد فتحي 12 13 سنه ما تقدرش تغفلهم، لكن في نفس الوقت الناس مش هتنسى الباقي كمان. فلما يطلع عصام الحضري، كابتن عصام الحضري يتكلم ويقول لك انا ندمان ان انا مشيت من النادي الاهلي،